وكنوز، كنوز كنوز والوارية، الوارية وكنوز. وهنا أيضا صدى 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 علي بن عبد الله بن يحيى، اسمع صدى صوتك يا بن يحيى واسمع صدى صوتي. ما باقي إلا 200 متر ولكن حشيمة أحمد بن علي بن نواس الاكتبي، ولكن الوارية 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 تختطف هذا الشوط وتهدي السلام لعلي بن راشد بن علي المعاضين شعار الشبل، يختطف ناموس الشوط. تهانينا بمالك الوارية والناموس على هذا الفوز. تهانينا لعلي بن راشد العلي المعاضين بالمركز الثاني. تذكر اهدى السلام في صباح هذا اليوم، في صباح هذا اليوم الى انجال بن نايفة. وهنا سلطان بن حمد بن ترحيم بن نايفة الهاجري مع المركز الاول في الشوط الرئيسي الاول. ودون يا احمد السادة مشوش الفائز بالمركز الاول في الشوط الرئيسي الاول مع صباح هذا اليوم، ليهدي السلام لسلطان بن حمد بن ترحيم بن نايفة الهاجري. تهانينا والناموس لمالك مشوش الفائز بالشوط الرئيسي الأول. تهانينا والناموس، هذا هو مرهب بالمركز الثاني حمد. مصيحة تحاول على المركز الثاني، مصيحة مع عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن من الجانب الأيمن لمحة لمحة مع المركز الأول مسعود بن سعيد الحريري المري. الله لمن الناموس، لمن الناموس مشاهدينا الكرام. مصيحة ولمحة، لمحة ومصيحة تتحرك، مصيحة مشاهدينا الكرام تتحرك وتغير الأمور. سلام 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 مشاهدينا الكرام للشحانية وميدانها. تهانينا والناموس نزفها من هذا المكان إلى مدينة المريخ وحيثما يسكن عبد العزيز بن خالد العطية. الديبي ينطلق، الديبي ينطلق مع شعار سعيد محمد الصومالي. يا سلام، والذيب الذيب الذيب في هذه اللحظات مثل ما قال مبطيس وكم ذيب فالرجال ذيابه. يا سلام، ها هو الذيب اللي ينطلق بدوره مع الميتين، الميتين متر الأخيرة. وصباحك فل يا سعيد، يا سلام سعيد، سعيد بهذا الفوز، سعيد بهذا الانتصار، سعيد. وأنا أعلق على شعار الذيب، اللحظات الأخيرة وشاهين، شاهين اللحظات الحرجة، شاهين لخليل بن عبد الله العطية. ولكن تهانينا والناموس لسعيد بن محمد الصومالي على هذا الفوز. وصلت قاسية، القاسية بدورها إلى أول المراكز، هاتف بالحزيب قناص الآمري أبناء مدينة العين دار الخضرة والجمال يقدمون لنا القاسية مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول بدون أي تعليمات تتجاوز وتتسلل وتنطلق مع أول المراكز. الله، قاسية مع الصدارة مع المقدمة مع الانطلاق الأول ومع أيضا التحليق المميز ومع معانقة الناموس. والعصا لم تتحرك والآلي محنة ثاني تبريكات نزف ولهذا بن حزم القناص على المركز الثاني. صراع السلالات في هذا الشوط، أبناء المتحد وأبناء الشقب يتنافسون في هذا الشوط. المركز الرابع أيضا وقاد سالم الدلهم الهازري قادم، قادم وقاد على المركز الرابع. ولكن أعود إلى الشقب سالم العلي القوز والشقب لمحمد بن سعيد بن خديعة. الله، سلامي على الشقب، سلامي على الشقب العود الموجود في أم الزبار في عزبة سيدي سمو أمير البلاد المهدأ. تهانينا لمالك الشقب محمد بن سعيد بن خديعة. الله يا الشقب، الله يا ولد الشقب، من شبه أباه فما ظلم. تهانينا والناموس. المركز الثاني وقاد. البلوي
يا سلام اللحظات الأخيرة 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 يا المهندي الأخيرة يا المهندي. وصلوا في الجماعة، انطلقت الذيبة انطلقت الذيبة، تحركت الشهنية، تحرك البلوي اللي بالمركز الثالث، ولكن المهندي المهندي بالمركز الأول. الذيبة 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 الذيبة، تهانينا والناموس لمالك الشهنية اللي غيرت في هذه اللحظة وفازت بخلفة من عبيد السويكت المزروعي القادم من الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. المقدمة ومع الريادة، ولكن من الجانب الأيمن الحصان محمد بن صباح بن سيف النعيمي يغير في هذه اللحظات وينتقل بدوره إلى المركز الأول. الله الله الحنيش 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 مشاهدينا الأفاضل هنا على المركز الثاني، ولكن يا السلام الحصان الحصان مع الصدارة ومع الناموس 100 متر تفصلنا عن خط النهاية. الحصان يفوز بهذا الشوط، تهانينا من هذا المكان لمحمد، سلامنا وتحياتنا لأهالي القويرية محمد بن صباح النعيمي على فوز الحصان بالمركز الأول. المركز يا أهل العاصمة الرياض من المملكة العربية السعودية، هناك الإخوان يشاركون دائما في هذا الميدان. الله انطلقت تهاجيج في هذه اللحظات. عاطف بن صالح اليامي شوفني، شوف يا ابو علي هذا الاداء، شوف يا ابو علي هذا الاداء، هذا الرقص يا سلام. في هذه اللحظات انطلقت انطلقت الى الفوز. عاطف بن صالح اليامي اللي فاز اللي فاز في هذا الشوط، وقلنا لكم وخبرناكم وحذرناكم من هذا الشعار وهذه البطله وترشيحيانا. فازت تهاجيج عاطف بن صالح اليامي اللي فازت في هذا. قادم على المركز الثاني، يا سلام هنالك القادم ايضا شعار اهازيج يصل برفقة صنفام وعاطف صالح اليامي، قادم شعاره مع المركز الثالث، ولكن اعود مع الفارس، الفارس ما زال فارسا في هذه اللحظات ومنطلقا بهذا الاداء المميز بهذا العرض الجميل، يكون هو صاحب الكلمة وهو الأجدر بهذه الانطلاقة وهو المتوج بهذه المسيرة الجميلة. الثاني تلك الجرر بن محمد بن عقيل من رثال المراكز المتحد أو شاهين محمد بن راشد بن سلام هاجي مركز. انطلقت السلالة الهملولية على المركز الأول وعادت أدرك عادت أدرك مرة أخرى. فيصل بن عبد الله العطية وشعار محمد بن زايد بن محمد المنصور، يا سلام يا سلام، هملولة هملولة بدون أي تعليمات بدون أي أوامر تختطف المركز الأول وتحلق بناموس الشوط مع المضمر محمود بن محمد الوهيبي يقدم لنا هملولة في هذا الشوط، ولكن عادت أدرك أدرك وهملولة اللحظات الأخيرة الشوط هملولي مع هملولة. تهانينا وناموس لمحمد بن زايد بن محمد المنصوري على هذا الفوز المركز الثاني. أدرك في على المركز الثاني، هذا هو مختار سعيد بن عبيد بن رشدان، وتحرك بن طريبيل وانطلق من جهمان واللحظات الأخيرة محمد بن سالم بن نابت. يلا يا سلام، بن طريبيل قادم بن طريبيل قادم وخطير بن رشدان خطير بن رشدان يا بن نابت. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة بيحسمها بن رشدان على مسؤولية الخاصة أن الفائز بالمركز الأول هنا بن رشدان. بالفعل بالفعل فاز بن رشدان بالمركز الأول، تهانينا تهانينا والناموس. مع سلام ربيع بن جابر بن ربيع المري هنا مع المركز الرابع، ولكن نعود نعود إلى المقدمة. التغيير التغيير من أهالي الغربية، غربي غربي السلام غربي مشاهدينا الأفاضل، مع احترام 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 تفوز معنا مشاهدينا الأفاضل
في هذا الشوط الثالث عشر المخصص للحقائق الكار. تهانينا والناموس لمالك احترام عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز احترام وتحقيقها بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت مشاهدينا الكرام الله يا هي معركة. الجنيه قادم على المركز الثاني، الجنيه سعيد بن عبيد بن رشداء المري، ولكن هياض سلامي لهياض. اليوم ثاني ترشيح يصيب. السلام هياض لسالم بن ناصر بن حفير المري المنطلق، وهنا من أرضية الميدان ناموس شحاني يصير دائما مع المية متر الأخيرة. هياض ينطلق بكل ثقة بكل استحقاق مع المركز الأول في هذا الشوط اللي فاز به هياض سالم بن ناصر بن حفيظ المري، وبالمركز الثاني على الجنيه. مع الخوار مع المركز الاول تغيرت الامور، صارت شانية مع المركز الاول وانطلقت مع الصدارة مع المقدم محمد بن زايد بن محمد المنصوري وابناء الغربية يتواجدون لهذه الانطلاقة، وبتقديم الشانية مع المركز الاول ثاني المراكز تواجد مشرفة مع المركز الثاني هزاع بن حمد بشريدة المري. ما زالت الأمور لم تتضح بهذه اللحظات، ولكن أبناء الغربية مع الشانية ومع الانطلاق الأخير نهني محمد بن زايد بن محمد المنصوري على حصول الشانية على المركز الثاني. محسن بن سليم الخوار والهبوب وشاهين هل معيدر وهل عين خالد. يا سلام هبت هبوب الهبوب هبت الهبوب مع الهبوب يا بوش، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الصاروخي على هذا الانطلاق الفالودي الفولاذي والصاروخي من الهبوب. يا سلام عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، تهانينا وناموس يا بن سلامه، سلام يا المعيدر سلام على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس على اختطاف المركز الاول وعلى هذا التوقيت المميز. المركز الثاني شاهين. مع شعار المنصوري ما شاء الله محمد بن زايد بن محمد المنصوري المركز الثاني من الجانب الآخر. سلالة غنية عن التعريف أيضا عبد الرحمن بن سعيد الجربوعي يقدم الجذابة، ولكن اللحظات الأخيرة المملكة تفوز ضيفة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدمها محمد بن زايد بن محمد المنصوري. تهانينا لمالك المملكة. أي ضغوطات من المشاركين الآخرين المتواجدين معه في هذا الشوط. إذن أيها الإخوة يحق لنا أن نزف التهنية من هذه اللحظة ومن هذا المكان أيها الإخوة المتابعون إلى مالك جلاد أحمد بن سلطان بن حمد الدرعي على هذا الناموس وهذا العرض المميز. يريد راعي جلاد التوقيت الزمني الأفضل. يا سلام تهانينا والناموس لمالك جلاد أحمد بن سلطان بن حمد الدرعي على انتزاعه لهذا الشوط وناموس هذا الشوط المركز الثاني. تعليمات حرك يا بجد حرك يا العتيبي. هناك اللحظات الأخيرة الميتين الله فردة قادمة وهاني القصيم قادمي هاني القصيم قادمي في هذه اللحظات مع فردة، ولكن المعركة طاحنة، ولكن الحاجة تحركت الحاجة وحركها بنديلة في اللحظات الختامية. صباحك فل يا بنديلة، صباحك فل، صباح النواميس في هذا الصباح المميز بحضوره والمميز بمشاركاته. راشد بن عبد الله بن ديلة المري مركز الثاني.
لأول المراكز، ومع الباز وماركة الباز وسلالة الباز التي تواجدت مع سن الصغار والكبار، ومع أيضا تواجدها بأشواط الرموز والذهب مع انطلاقة هذه السلالة العريقة التي تواجدت في هذه الرياضة وبرياضة الآباء والأجداد. إذن الباز ينطلق مع الصدارة، علي بن محمد العجمي يقدم الباز في هذا التقدم الجميل. سلام وتحية واحترام لمالك الباز علي بن محمد العجمي، ولحظة قدوم الخط النهائي مع الفوز والنموذج الثاني المراكز. على هذا الفوز المستحق هذه الشاهينية تهدي السلام إلى هناك وتنقل التحيات والناموس إلى ملك هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي. تهانينا يا ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي على هذا الفوز المستحق، وسلام يا الشاهينية، سلام سلام يا الشاهينية، سلام على هذا الانطلاق وعلى هذا الفوز بناموس الشوط. سلام مصنع الحميدات بمناسبة فوز الشاهينية واختطافها لناموس الشوط وللمركز الأول. المركز الثاني بيضة لمحسن لمحمد بن محسن بن ديلة المري. المركز الثالث الدكتور اللي حمد بن صالح بن جرحة بالمري مع المركز الثاني، ولكن المنصوري مع سمحة. سمح الله دروبك يا سمحة محمد بن زايد بن محمد المنصوري القادم من المنطقة الغربية بدولة الإمارات. مرحبا بو زايد في هذا الحضور، وهذه النقطة الثانية اللي سجلها المنصوري. علقت عليه وفاز، والحين علقت عليه وفاز، الله يوفق محمد بن زايد بن محمد المنصوري. فاز مع سمحة ثانينا والناموس، وهذه الجزيرة اللي فازت بالمركز الثاني حمد بن صالح بن حمد بن المركز الخامس مع الكايدة مسبر من موقود بن سالم العجمي. ولكن نعود وزن والذيبة، الذيبة وزن والذيبة، الذيبة ووزن. يا سلام لمن الناموس غيرت وزن من الجانب الأيمن، وزن بدون أي تعليمات، وزن بدون أي أوامر. سلام الحميدي، سلام عبد الله بن خالد بن ناصر الحميدي على فوز وزن وتحقيقها بالمركز الأول بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. تصل إلى خط النهاية بأمان وسلام. المركز الثاني الذيبة راشد بن محمد الزعبي. المركز الثالث باير لأحمد بن جابر بن بخيت بن تويني الجربوعي في هذا اليوم يفوز ويسجل هذه النقطة. وسباير تحلق على أرضية الميدان، تحلق وتقلع من هنا إلى سباير المنطقة الترفيهية هنا في الدوحة من دولة قطر، المدينة الرياضية هناك. سباير فازت، سباير أقلعت، سباير انتصرت. مسمى جميل يعرف أهل الدوحة، يعرفونه هنا في أرضية الميدان. أحمد بن جابر بن مخيط بن ثويني الجربوعي اللي فاز بهذا الشوط المركز الثاني. المراكز مع بروق وفرج بن ناصر بن حفيظ المري شقيقة من قدم لنا هياط وقدم لنا الانطلاقات الجميلة. اذا مع المركز الثاني بروق، ولكن بنت الخروف هي صاحبة المجريات الاخيرة والانطلاقات المميزة، وغيرت بروق. منافسة ما بين بنت الخروف وبروق. يسلوب شعار بن انديلة، شعار بن حفيظ في صراع مميز مع المركزين الثاني والاول، ولكن اللحظات الاخيره وكانت بنت الخروف هي صاحبه المركز الاول. تهنئات للزفاف.